.com facebook.com مع ريم واصيدة. دقيقة ما عادش برشا وقت. كميل عويج معانا على موجات راديو صفاقس. كميل قاعد يحضر في ميوزيكانا تي في تلفزة افتراضية وان شاء الله يخمم انها باش تكون حتى على الساتيليت. كميل مرحبا بك، مساء النور على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين. تحية ليك كريم، تحية لكل فريق العاملين في إذاعة صفاقس، وتحية لكل المستمعين قاعدين يسمعونا سواء في تونس أو في خارج تونس. أهلا وسهلا سي كميل. شنو حكاية التلفزة اللي قاعد تحضر فيها؟ ميوزيكانا تي في وعندها صفحة على الفيسبوك، عندها بديت تحضر فيها قديش عندك وعملت شي الكاستينج للمنشطين وإلا لا؟ أحكينا على البروجي هذا الجديد. والله يا أول حاجة ميوزيكانا تي في قناة تونسية في تهجر على قريب بس على الانترنت. هي قناة تونسية متخصصة بالأغاني وبالفيديو كليبات. ميوزيكانا تي في قناة تونسية تسعى كل التنينين والشباب وخاصة شباب الترلاب وفنانين موهوبين وفنانين مختلفين. فضاء مفتوح للعموم لنستقبل لهم فيديو كليبات لغير ذلك. بالنسبة لسؤالك على المناسبين والمناسبات، نعم مثلا ما بديناش على قديم حذر وعلى قريبا استعداد قريبا ان شاء الله في 2013 نندلق القناة. هي قناة موسيقية، هي ما تنرش نقولوا كما القنوات العربية اللي متنفسين بالموسيقى وبالشيء، اما احنا نستعملوا فيها تتنوع بين فيديو كليبات وبين برامج مختصة بالأرتيستيك بالمكان الفني. تحكيوا على الفن، تحكيوا على المسرح، تحكيوا على السينما. هذا مفتوح للشباب ولكل المجالات معناتها. نعم، كل المجالات ان شاء الله موفقين. فما مقر للتلفزه هذه محضرين الماتريال الالات التجهيزات. نتخيل تحب لها موارد رزق هامه، لانه تلفزه كامله ماهيش معناها معدات هامه للتلفزه. اي والله عم مقر تاعها في تونس العاصمه. وهنا قاعدين نحضروا في الالات والماتريال، وقاعدين نحضروا في الاستعدادات على قديم الانجاز البيت. راح نصير نقول على خاطر احنا توا ولا مامو معناش الدعم، معناش السبونسور، ومش نعملوا ان شاء الله قريبا رخصه من وزاره الثقافه ومحافظه على التراث الاصل البيت. وبس برشا مواضيع وبرشا افكار انا قاعدين نجهزوا فيها قريبا ان شاء الله. بس باش تكون قناه ان شاء الله باش تكون الاولى او الثالثه. انا صباح ميرين حبيت نقول خاطر نلاحظوا في فرع في قنوات تونسيه تحكي سنغالي معناتها ملاوعه فيها كل شيء. كيفاش كيفاش كمان؟ اختصاص في واحد بركة. قلت خبرنا جينا علاش ما نعملش قناة تونسية متخصصة بالفيديو كليب. هو حلو كفكرة هامة وحلوة برشا، ونتخيل تلقى رواج كبير برشا. خليني نقدم لك تحيات صديقك أمين معالج عن طريق سكايب، يقول بالتوفيق أختنا ريم، سهرة طيبة. نقدم تحية خاصة جدا لصديقي كمال عويش. تعرفوا محمد أمين المعالج يظهر لي صديقنا، هو كذلك كان حاضر في حصة من حصص
للإذاعية الأخرى مش في الدوت كوم، لكن حضر معنا أمين على ما نتفكر هكا محمد أمين يظهر لي هو. أي بالضبط تقولوا تحية أمين، أمين شاب تونسي طموح عنده إذاعة أستاذ على الإنترنت اسمه إذاعة النجوم، وأيضا شاب أمين ما حضر معنا في الدوت كوم. اي كان طيب معكم في برنامج دوت كوم. نعم. على كل حال حبيت سيد نحكي شوي على القناه الموسيكانا. نعم. احنا رحبوا كل شباب كل فنانين محترفين تعالوا نفسهم عليهم هما تعطيونا في الكليبات. احنا عندنا تواصل حاليا في فنانين من تونس فنانين من لبنان فقط. حبينا نلوشوا في شركات أخرين ما كانش حل، بس نقال شركات أخرين يرسلونا في الكليبات خاصة بيهم قاعدين يبعثونا في الكليبات. نشكرهم باسم وباسم كامل فريق العاملين. وحنا بشوي قاعدين ننشطوا باش تكون القناة باش تكون متألقة وإلى غير ذلك. كيما قلت لك ريم حبيت نقول لك لاحظنا في القنوات التونسية مختلفين مش قاعدين يدعموا في الفنانين التوانسة. أنا قلت علاش في تونس ما يعملوش قناة تونسية موسيقية خاصة تدعم الشباب وتدعم الفنانين التوانسة وتدعم كل الفئات العمرية ورحبوا مفتوح عليهم هم على الكل، بس يعملوا مجالات للراب للفنانين المختلفين إلى غير ذلك، يتقدموا مسألات دعمهم على خاطر صحيح في تونس مفهميش شركات الأندية يدعموا الفنانين. حلو برشا. نعم توجه جميل جدا، خاصة أنك تشجع طاقات ومواهب غنائية تونسية موسيقية في قناة خاصة تونسية، هذا مهم جدا ويبحثوا عليه حتى فنانين توانسة شبان. والله أنا التمست من خلال تعاملي معهم حتى في مساء الخير تونس أنهم يلقوا صعوبة كبيرة في التعامل مع بقية الفضائيات التونسية، والملجأ متاعهم هو الفيسبوك، هو اللي حطوا فيه الأغاني متاعهم والكليبات حتى يتعرفوا أكثر وأكثر عند الناس، لأنه الفضائيات ما تستدعاش الشباب هذوما. أما توجه نشجعوك فيه سي كمان. أنا نحب نقول دعوة مفتوحة لكل فنانين لكل شباب لكل اللي عندهم في دو كليبات اللي ما عندهمش في دو كليبات تعالى قناة موسيقى أنا مش تحاول تقدر مستدع مش تتكلف قديش في الكليب من قديش في الكليب وانا نقرا سينما ومتخصص في الاخراج في اخر عام سهلة وصار كيسك جلسة ربي للناس اللي حابوا يكونوا عادهم في الكليبات ولا حاجة حتى فنانين كويسة اللي عادهم الجدد ولا قدام انتجاد قديمة ولا جديدة حابوا يصوروها مع حبيبهم. يعطيك صحة سي كمال. سي كمال تو نحكيو معاك اكثر ان شاء الله في حساس قادمة حتى حول راديو ياسمين اللي تم أغلاقها بعد نشاط 5 سنوات تم نعرف الأسباب.